بكم. هنأت اللجنة الأولمبية الأردنية على حسابها الرسمي في تويتر سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية بمناسبة عيد ميلاده 57 متمنية دوام الصحة والعافية. نشر نادي الوحدات على موقعه الرسمي بيانا شديد اللهجة اتهم فيها الاتحاد بأنه غير عادل وأنه يكيل بمكيالين ويقف أمام نجاحات النادي. هذا البيان كان له وقعا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي. وإلى آخر أخبار وتداعيات فيروس كورونا، حيث ما زالت الإصابات تسجل بين لاعبي أندية كرة القدم الأردنية، وكان آخر المصابين من نادي الرمثة. ففي حديث على الصفحة الرسمية للنادي، أكد الناطق الإعلامي محمد أبو عاقولة عن تسجيل إصابتين، وهم المدرب العام للفريق الأول عصام محمود واللاعب عامر أبو هضيب، ليرتفع عدد المصابين 3 إصابات بالإضافة للاعب محمد أبو زريك. إصابات لاعبو الوحدة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا ومن بينهم مدربو الأندية، فقد كتب المدرب الوطني ديان صالح على صفحته الرسمية متمنيا الشفاء العاجل للاعبين والأجهزة الفنية للمصابين بفيروس كورونا، ومنهم الكابتن عبد الله أبو زامع ولاعبي الوحدات. نشر لاعب نادي شباب الأردن حازم جودت عن فسخ عقده بالتراضي مع النادي، وذلك لأسباب خاصة. وقد شكر كل من هم قائمين في النادي على رأسهم رئيس النادي، وقد تمنى أيضا التوفيق له ولهم في قادم الأيام. وفي السياق نفسه تمت المخالصة بين لاعب نادي سحاب خالد الدردور والنادي، وقد نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك يتمنى التوفيق لنادي سحاب وفي انتظار تحديد الوجهة القادمة. نذهب للكرة الصفراء، حيث توج الماتادور الإسباني رافائيل نادال بلقبه 13 في بطولة فرنسا المفتوحة، وبهذا التتويج رفع رصيده من ألقاب الجراند سلام إلى 20 لقب، ليعادل بذلك المايسترو السويسري روجر فيدرر، وقد نشر على الإنستغرام صورة يشكر بها الجميع. أما المايسترو السويسري روجر فيدرر فقد نشر عن فوز رافائيل نادال بهذه البطولة على الإنستغرام صورة معلقا عليها: لطالما كنت أحترم صديقي رافا وأكن له أقصى درجات الاحترام كشخص وبطل بصفته أعظم منافس لي على مدى سنوات عديدة، أعتقد أننا دفعنا بعضنا البعض لنصبح الأفضل، لذلك يشرفني أن أهنئه على فوزه 20 في البطولات 4 الكبرى. بعد تتويج فريق لوس أنجلوس جالاكسي على حساب ميامي هيت في دوري كرة السلة الأمريكي NBA، نشط بعض نجوم السلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبر لاعب لوس أنجلوس جالاكسي أنتونيو ديفيز عن اللقب بجملة واحدة واضعا صورته حاملا كأس البطولة، وكتب صورة لا تحتاج للوصف أو الكلام. أما زميله في الفريق ليبرون جيمس فقد وصف فريقه أنتونيو ديفيز بعد نشر صورة له بالأخ، كما أنه تغنى بإمكاناته العالية وتميزه في هذه البطولة معلقاً عليها.